لنبينا محمد، نحن ثورتنا ثورة دين، ثورة عز، ثورة كرامة، إلا رسول الله، إياكم وإهانة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا عزنا، نبينا فخرنا، نبينا أمرنا أن نحترم جميع الأديان، عليهم أن يحترموا ديننا. طبعا حرية التعبير اليوم تثبت نفسها في الأرض الحرة، أرض سوريا الحرة، هذه هي حرية التعبير، ليس ما يريده من حرية التعبير. الحرية الثانية أن تحترم قيم الآخرين. نحن ضد كل من أساء إلى رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، ضد كل التجاوزات التي حصلت. نحن لسنا مع قتل الأبرياء، ولسنا مع الجرائم التي ارتكبت تحت اسم الإسلام، ولكننا في نفس الوقت ضد كل من يسيء إلى رسولنا ورموزنا الدينية. الله 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 الله